شكرا للحضور الكريم. نستأنف هذه الندوة العلمية السادسة لطلبة الدكتوراه الخاصة بموضوع الثقافة المغربية في القرن الثاني عشر مقاربات جديدة. بعد أن استمتعنا بمحاضرة الأستاذ العزيز أحمد محسن حول مراجعة نقدية لمفهوم الانحطاط، نفتتح يعني أشغال هذه الندوة بالجلسة العلمية الأولى، والتي يحضر معي فيها طلب الباحثون عبد العالي الدمياني، سالم الفائدة، رشيد قديرة، محمد فالح، نور الدين بالكودري، ومحمد عزيز. سأكون يعني صارما في الوقت، يعني لا تتجاوز المداخلة 15 دقيقة حتى نستمع إلى كل المداخلات وحتى ينال كل واحد حظه من الوقت. سنبدأ مباشرة وسأوجه الكلمة للطالب الباحث عبد العالي الدمياني الذي سيقدم ورقة حول الأدب الجغرافي بالمغرب، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذ شعيب الثوري، تحية للحضور الكريم، شكرا لمختبر السرديات الذي والأشكال الثقافية الذي أتاح لنا هذه الفرصة. أن أشارك إلى جانب زملائي وأصدقائي في مختبر السرديات، كما يشرفني أيضا حضور الأستاذ الفاضل والجليل سي أحمد أبو حسن. الأدب الجغرافي بالمغرب في القرن الثاني عشر الميلادي، تسعى هذه المقاربة إلى رصد ملامح الأدب الجغرافي في المغرب إبان القرن الثاني عشر الميلادي، وهو مسعى إذ لا يدعي غير القيام بنوع من العرض العام في صورته الموجزة، فإنه يواجه قبلا مسألتين، أولاهما تحديد معنى الأدب الجغرافي عينه، ثانيتهما تعيين السياق الذي نشأ فيه هذا الأدب وتطور. أولا الأدب والجغرافيا، إن الالتباس الذي يخلفه استعمال لفظ أدب عند إلحاقه بعبارة الجغرافيا نابع من التصور المعاصر لكلا التخصصين الأدب والجغرافيا، فإذا كان هذا الأخير ارتبط بنوع من العلوم الإنسانية واكتسب علميته من تحديد موضوعه وضبط مناهجه ضمن تشكلها وتطورها في تماس مع العلوم الدقيقة، فإن مفهوم الأدب يتصل بسيرورة تاريخية أخرى بدأت مع ميلاده في نهاية القرن الثامن عشر وتبلوره تحديدا داخل الرومانسية مع جماعتهن. إن تجاهل الفرق الكامل بين التصور القديم للأدب والمفهوم الحديث لا يعني إلا إسقاط التصورات المعاصرة على ما ألف في القرون السالفة، وهو ما دفع كاتبا متخصصا في نقد الأدب العربي القديم مثل عبد الفتاح كليطو إلى الدعوة إلى احترام المدلول القديم وتبيان التطورات التي مر بها لمن ينكب على كتابة تاريخ هذا الأدب. لكن ما هو المدلول القديم لهذا الأدب؟ إنه يشكل نمطا خطابيا ان تيب دو ديسكور ينبغي التنقيب عن مكوناته البنيوية، وأهم سمة تطبعه حسب استقراء كيلوتو هو كونه نسقا من الأخلاق والفضائل يجب مراعاته في المعاملات مع الغير. فالأدب بهذا المعنى له صبغة تعليمية، والنص الذي يحقق هذه الصفة تغلب عليه صيغة الأمر والنهي. بهذا المعنى نجد كثيرا من الأنواع تندرج تحت نمط خطابي يمتاز بهذه الخاصية البنيوية. يتولد عن هذا التحديد سؤال آخر، هل كانت الجغرافيا ضمن أنواع هذا الأدب؟ في الواقع لا يرى المستعرب الفرنسي أندري ميكيل أي غرابة في الجمع بين الأدب والجغرافيا، فهو يعد هذه الجغرافيا بحثا استكشافيا وأدبا في آن معا، ويعتمد على الاستقراء الذاتي الذي قام به كليطو لمفهوم الأدب انطلاقا من النصوص المشكلة للثقافة العربية الإسلامية. إنه أدب فيه مهارات أسلوبية
ونظرة متفردة، وإن لم يضعه كتاب كبار بل صانعي ما يدعو ميكيل أدبا متوسطا موجها إلى قارئ متوسط، أدب لا يضعه أيضا علماء مختصون بل بحاثة معنيون بالمعرفة الملموسة يسافرون إلى بلد لوصفه ويحيطون بما كتبه أو قاله عنه آخرون. وفق هذا التعيين تشكل الجغرافيا أحد فروع الأدب العربي في معناه الجامع باعتباره مجموعا من المواقف وأشكال التعبير أو الإنشاء تهم المجتمع كله، وباعتباره أخلاقية شاملة وفنا للعيش. لا يلتقي أندري ميكيل الذي يعد أبرز دارسي الأدب الجغرافي العربي وأشهر العارفين به مع كليطوف حسب من جهة تحديد مفهوم الأدب، بل يتقاطع أيضا مع المستعرب الروسي الكبير كراتشكوفسكي في اعتبار الجغرافيا فرعا من فروع هذا الأدب الذي تخصص في هذا الأخير مثل ما تخصص في الأدب الجغرافي، وخصه بتأريخ يمتد من إرهاصاته في العصر الجاهلي والقرآن والحديث النبوي إلى القرن 19. يقول في هذا الصدد: إن عددا من فروع الأدب العربي قد اكتسب أهمية تجاوزت بكثير حدود اختصاصاته الضيقة، ولعل هذا يصدق قبل كل شيء على الأدب التاريخي والجغرافي العربي الذي اعترف العلماء به منذ عهد بعيد بأنه المصدر الأساسي والموثوق به في دراسة ماضي العالم الإسلامي. يمكن الخلوص إلى أن العلاقة بين الأدب العربي القديم والجغرافيا هي علاقة كل بجزء وأصل بفرع، لذلك عمد أغلب المتخصصين في هذا الأدب عربا ومستعربين إلى قرنهما دون أن يروا في هذا التوليف استدخالا لمجال في آخر بعيد عنه. ثانيا، الأدب الجغرافي العربي لمحة تاريخية. إذا كان كراتشكوفسكي يستقي بدايات هذا الأدب في الشعر الجاهلي ثم في النص القرآني والأحاديث النبوية، فإن أندري ميكيل يقف طويلا عند تلك المعرفة التي تدين للإرث ليس فقط النابع من شبه الجزيرة العربية في عصريها الجاهلي والإسلامي، وإنما أيضا المتشبع لاحقا بمعارف مصر الفرعونية وبلاد الرافدين وفارس وعبرها الهند ثم أخيرا يونان العلماء والفلاسفة. ويستبطن ميكيل كيف استطاعت العربية أن تحوي كل هذه المعارف وتعرضها أمام شهية الأديب لتتشكل وتنتشر عبر موضوعات يتداولها أقران جديرون بحمل اسم أدباء، فتضمن بذلك لحاملها الانتماء إلى صفوة مخصوصة. فالأدب كان بمثابة جواز سفر اجتماعي، هذا هو السياق الذي يوضع فيه أندري ميكيل نشوء الجغرافيا العربية وتطورها سالكة سبيلين: وصف الأرض على ديدان قدماء الكوسموغرافيين والكارتوغرافيين وعلى رأس القائمة بطليميوس، ثم جمع المعطيات المفيدة بالنسبة إلى الإمبراطورية الإسلامية بمبادرة من البلاط البغدادي. ودون الدخول في حيثيات أسبقية الإرث الهندي عن طريق الوسيط الفارسي على نظير اليوناني كما خاض فيها بالتفصيل كراتشكوفسكي، فإن البداية الفعلية لهذا الأدب الجغرافي في صيغته العلمية كانت مع العباسيين في القرن 9 للميلاد، وتحديدا إبان النهضة الثقافية لعهد المامون عندما تم نقل المعارف اليونانية إلى لغة الضاد وأساس نظرية بطليميوس. في مستهل هذا القرن أخذ المذهب اليوناني يضيق الخناق على المذهبين الآخرين في الجغرافيا الرياضية العربية، ويمكن القول بأنه أصبح بحق المذهب السائد منذ منتصف القرن 9. وسرعان ما أحس العرب بحاجتهم إلى هذا المنهج عندما تعرفوا على مصنفات أقليدس وبطليميوس، خصوصا كتابه المجسطة، ومن بعده الجداول الفلكية المبسطة المتولد عنه كتاب زيج بطليميوس. إن الأدب الجغرافي العربي حتى هذه الحدود لم يكن إلا استلهاما للموروث الجغرافي الذي انتهى إليه من الهند وإيران في مسائل التنجيم والفلك، والإيراني فيما يتصل بالجغرافيا الرياضية عن طريق رائدها بطليميوس مدعومة بعلوم الرياضة والفلك. إنها معرفة نظرية في أغلب حالاتها مستقاة من العصر الهلينيستي، وقد امتزجت بالخبرة العربية الموروثة. وبموازاة هذه الدينامية في استيعاب هذا الموروث الضخم، كان نوع آخر من الجغرافيا ينمو في قلب الإمبراطورية الإسلامية يتولاه زمرة من الجغرافيين كانوا يرغبون في أن يروا أسماءهم مكرسة ذات يوم وفق التقليد نفسه، وكانوا يكدون في سبيل ذلك لا سيما عبر إنتاج أدب متوسط لا بريق فيه غير بريق الحقيقة المكتشفة والمدونة وإن تكن أقل الحقائق شأنا. قد ارتبط هذا النوع ارتباطا وثيقا بقصص الرحلات، وهو
وهو من بعض الوجوه خاصة في بداية ظهوره يرتبط بعلوم الشريعة وباللغة ثم بالأدب الفني، الأمر الذي لم يحل دون تشبع بالطبع بين آونة وأخرى بالجغرافيا العلمية. الواقع أن الأصالة العربية الإسلامية تكمن في هذا النوع من الجغرافيا التي أطلق عليه اسم الوصفية، ويعد ابن خرداديبة رائدها في القرن التاسع الميلادي، وقد بلغت ذروة تطورها في القرن العاشر. وفي هذا السياق يجب الاعتراف بأن المنهج الثاني أي منهج الجغرافيا الوصفية هو الذي يسترعي النظر بغزارة مادته، وهو الذي يغلب على الأدب الجغرافي العربي ويسبغ عليه طابعه المميز ويعطيه شكله الخاص به، مما يصعب إيجاد مثيل له في آداب الأمم الأخرى. أمر إلى الفقرة الثالثة، المدرسة المغربية في الأدب الجغرافي نظرا للوقت. إلى حدود منتصف القرن العاشر لم يكن للمغرب والأندلس دور يذكر في تطور الأدب الجغرافي العربي، فباستثناء الرازي في مجال الجغرافيا الإقليمية والرحالة إبراهيم بن يعقوب الذي يصف كراتشكوفسكي بالطرافة، لم تثبت أي مساهمة للغرب الإسلامي في ميدان كان قصب السبق فيه والصوغ النظري والتعهد بالتطوير وتوسيع مجالاته للمشرق وحده. ويرصد كراتشكوفسكي أول كتاب في هذا الباب لمؤلف جغرافي أندلسي غير معروف يحمل اسم إسحاق بن يعقوب، الذي يبدو في مخطوطه متأثرا بالخوارزمي وابن خرداديبة واليعقوبي وابن رستة. وقد نفى المستعرب الروسي بشكل قاطع قول المستشرق الإيطالي نيلينو بأخذ كل من الشريف الإدريسي وابن خلدون عن إسحاق. لقد اتخذ الأدب الجغرافي في المغرب والأندلس صبغة محلية، وقلما كان يخرج عن نطاق البلاد التي ظهر فيها، كما أنه لم يبرز إلى الوجود مصنفات إن الحديث عن مدرسة مغربية في الأدب الجغرافي ليس إسقاطا بل هو واقع تؤكده عدة دلائل. يقول الباحث الجغرافي المغربي أحمد طاهري رئيس مؤسسة الإدريسي المغربية الإسبانية إنه بقدر ما تطورت صورة المغرب والأندلس لدى مصنفين المشارقة وتطلعت كتاباتهم نحو التدقيق في أشكال ومضامين عمرانهما، لم تتأخر أقلام المغاربة عن بلورة معالم مدرسة مغربية أندلسية مختصة في جغرافية المدن وفي المسالك والممالك وتدبير المجال في أقاليم وجهات فيما يعرف لدى المعاصرين بالجغرافيا الإقليمية. أمر أيضا إلى الفقرة الرابعة معنونة بالشريف الإدريسي عميد جغرافيين المغاربة. أغلب الأعلام التي ذكرها كراتشكوفسكي والطاهري بوصف عماد المدرسة المغربية الأندلسية في الأدب الجغرافي تنتمي إلى الأندلس باستثناء اثنين هما الشريف الإدريسي وابن سعيد المغربي، والحال أن العدوتين كانتا تشكلان مجالا ثقافيا واحدا يوصف بالغرب الإسلامي، ولطالما امتزج في كيان سياسي واحد خصوصا إبان الحكم المرابطي. ويعد الإدريسي الجغرافي المغربي الوحيد بحصر المعنى الذي عرفه القرن الثاني عشر للميلاد، وبالنظر إلى ظروف عصره السياسية فقد كان فلتة لكونه آتى في لحظة انتقال الحكم من المرابطين إلى الموحدين وما عرفه من اضطرابات، انضافت إليه الحرب الأهلية بالأندلس فيما عرف بالفتنة القرطبية والتي نتجت عنها ظاهرة ملوك طوائف المعروفة. تلقى ولد الشريف الإدريسي بمدينة سبتة المغربية عام 1100 للميلاد، وهو ينحدر من سلالة الأدارسة، وقد تأتى لجده السادس علي بن حمود أن يستفرد بحكم سبتة، كما تمكن جده الرابع إدريس بن يحيى من حكم مالقة سنة 1038، وقد حملت الظروف السياسية أسرته على الرحيل من صقلية بعد سقوطها في أيدي الرومانديين عام 1071 إلى الحاضرة المغربية حيث سيرى النور. أمر أيضا على سيرة الإدريسي. استعان الإدريسي بفريق بحث ميداني يتكون من أناس ألباء فطناء أذكياء بتعبير الصفادي، وتم تفريعهم إلى مجموعات مختصة في استقصاء صورة كل إقليم على حدة، وقد ألحق بكل مجموعة فريقا تقنيا يتكون من قوم مصورين ليصوروا ما يشاهدون عيانا تعبير الصفادي دائما، وهو المشروع العلمي الذي استغرق العمل فيه نحو من 15 سنة من البحث. وبعد أن تجمعت المعطيات في يدي انغمر في الاستقراء والاستنباط وضرب القياسات واختبار المعلومات حتى أمكن له تكوين صورة غير مسبوقة عن المعمور زاخرة بكل تفاصيل الجغرافية والعلمية. غير الخلاصة
جسد الشريف الإدريسي العالم الجغرافي المغربي الوحيد الذي أضاء القرن الثاني عشر للميلاد، غير أن حضوره وأثره كان من العمق، بحيث غدا كتابه بشهادة كراتشكوفسكي أكثر الكتب الجغرافية باللغة العربية رواجا وصيتا في أوروبا، إذ ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بلاد الغرب كما فعل الإدريسي. وقد مر وقت كان فيه الممثلة الوحيدة للأدب الجغرافي العربي في الدوائر العلمية الأوروبية. أضف إلى هذا أنه لم يظهر مصنف مماثل له في وسط مثل الوسط الذي ظهر فيه، وهو ذلك الوسط الفريد، نصف العربي ونصف الأوروبي. يكفي أن يؤكد المستشرق كونراد ميلر في كتابه حول تاريخ الجغرافيا العربية المنشور عام 1927 بشتوتغارت أنه بعد الإدريسي لم يأتي أحد بجديد، حيث توقف الإبداع في ميدان الجغرافيا، كما عده المؤرخ فيليب حتي أفضل عالم عربي في مجال الجغرافيا والخرائط، إذ بقيت أعماله مرجعا إلى حدود القرن الثامن عشر الميلادي فيما رأى فيه مؤلفه أهم كتاب ورثته أوروبا عن العصر الوسطي.